عنوان درسنا الجديد description of motion، معناتها بدنا نعمل describe للموشن of a moving body من حيث time، قد ايه اخدت وقت، قد ايه distance covered d، قد ايه السرعة تاعيتها v، and a new physical quantity حتى تعلموها هي acceleration. اول شيء خلينا نعرف انه الموشن is relative. شو معنى relative؟ معناتها انا ما فيني اقول مثلا هيدا الاوبجيك is at rest او in motion عم يتحرك، بدي حدد with respect لأي reference. motion is relative معناتها the same object may be at rest with respect to a reference and in motion with respect to another. في كتير أمثلة على هالموضوع، مثلا إذا أنا وشخص بقلب باص عم يتحرك، أنا بالنسبة للشخص ثابت at rest، أما بالنسبة لشخص واقف بالطريق in motion. هلا بدنا نعرف trajectory. trajectory is the path described by the object during its motion، هو الطريق يلي بيمشي during its motion، ممكن يكون straight line مثل السيارة على الأوتوستراد، ممكن يكون circle على شكل circle مثل trajectory لعقار بالساعة، ممكن يكون curve مثل motion تاعت الباسكتبول. في ثلاث أفكار لازم نعرفها، إنه إذا كانت trajectory straight line معناتها the type of the motion is rectilinear، إذا كانت trajectory circle the motion is said to be circular، إذا كانت trajectory curve then the motion is curvilinear. هلا بدنا نعرف نوعين time، في عندي نوعين، أول واحد instant وduration. instant معناتها بهاللحظة قد time، مثل الوقت يلي منشوفه على الساعة. duration هو الوقت separated between two instant، مثلا أنا بلشت درس على الساعة 5، خلصت على الساعة 5:30، الوقت اللي بيناتهم هو ال duration. كيف منجيبه؟ من ناقص t final minus t initial. وطبعا بعرف إنه ال SI unit of the time is second. هلا بدنا نعرف عن position vector. position vector هي distance covered from the origin. طبعا انا بالسؤال بحدد لي في عندي origin، هذا الابسس axis، وهيدي point m. position vector لا point m هو om vector، اوكي، هو x i الابسس للام i لانه عم بحكي عن vector. في عندي نوع تاني من الفاكتور هو displacement vector. displacement vector هو difference between an initial position and a final position، بمعنى انا اذا معي distance cover from o to m ومعي distance cover from O to M، فيني جيب distance between M and N، yes بنقص هيدا distance ON من ال OM، هون أنا بكون جبت displacement vector. فإذا displacement vector برمز لها بدلتا R، دايما الدلتا بستخدمها إنه عم جيبها من difference من الماينس. دلتا R هي X final minus X initial أو X2 minus X1. هلا بدنا نعرف عن السبيد. كمان عندي نوعين من السبيد، اول نوع هو average speed، تاني نوع هو instantaneous speed. وطبعا لازم نعرف انه the SI unit of the speed is meter per second. خلينا نبلش باول type average speed. كلمة average معناتها السبيد اللي عم جيبها هي between two instants، اوكي. طبعا الجنرال رول للسبيد هي distance over time. SI unit للdistance هي meter، SI unit للtime second، وبالتالي SI unit للspeed meter per second. لما يطلب مني الV average بيقلي determine the average speed between T1 and T2، معناتها بدي جيب distance between T1 and T2 على time between T1 and T2. دلتا D معناتها distance اللي بيناتهم على دلتا T time يلي بيناتهم. هلا خلينا نعطي example كيف بيسألني عن V average. بيعطيني بالسؤال successive position للobject، معناتها هو مشي من M1 بعدين صار على M2 M3 M4 etc. بيقلي determine the V average between M1 and M3، اوكي، بيستخدم كلمة between M1 and M3، معناتها بدي distance between M1 and M3 على time بيناتهم، يعني distance M1 M3 على time بيناتهم T3 minus T1، اوكي. دايما بحرص انه يكونوا بالاس اي يونت، هيدي شود بي ان متر وهيدي سكند لحتى تطلع الفي افريج متر بير سكند. ومنتذكر الكونفرتينج من سنتيمتر لمتر ديفايد باي 100، واذا كان عاطيني التايم بالملي سكند كيف بحوله لسكند ديفايد باي 1000.
كذلك الأمر إذا طلب من ال V average between M1 and M4 هي distance between them M1 M4 على time اللي بيناتهم. هلا بدنا نتعلم الطيب الثاني للسبيد يلي هو instantaneous speed. من اسمه معناتها بدي اجيب السبيد at a certain instant، بحدد لي اي instant بدي اجيب فيها للسبيد. بيقول لي determine the instantaneous speed at M1 at M2، بيستخدم بالسؤال at بالV average بيقول لي between two instant، هون بيقول لي at M1 at M2. الرول لحتى اجيب الانستنتينوس سبيد كتير سهلة. اذا طلب مني الانستنتينوس سبيد at M2 هي كأنه approximately equal للV average between 1 و 3، يعني كأنه سألنا عن V average between 1 و 3 بجيبها نفس الطريقة اللي فوق. V average between 1 and 3 هي M1 M3 distance بيناتهم على الطايم اللي بيناتهم. نفس الشيء إذا سألنا عن instantaneous speed at t equal to 3، شوفي قبلها 2 شوفي بعدها 4، يعني بدي جيب الV average between M2 and M4. رجعنا للقاعدة يلي فوق. هلا بدي أعرف شيء جديد يلي هو التاو. التاو سيمبل لها هيك تي. شو تعريف التاو؟ هي time interval between two instant. ما نحنا بيكون بالسؤال عامل لي record لل position occupied by the object during its motion، بيكون على M0 بعدين صار على M1 M2 M3 M4 etc. الوقت between two successive instant، الوقت اللي أخدته هو التاو، يعني بين M0 والM1 الوقت اللي أخدته تاو، بين M1 والM2 الوقت اللي أخدته تاو. تاو هو time، يعني SI unit لإله كمان second. طيب هون لما يعطيني بالسؤال تاو بدي اجيب ال V average وال V instantaneous بطريقة يلي هي لما يطلب مني ال V average between M1 and M4 مثل ما عرفنا قبل شوي هي distance between M1 and M4 على الوقت اللي بيناتهم بتعد how many tau between M1 and M4، يعني من هون لهون كم تاو عندي؟ 1 2 3، بيكون عطيني التاو بالسؤال بضربها بس بثلاثة. إذا طلب مني الفي أفريج between M0 M4 بدي جيب الدستنس between M0 and M4 على الطايم. قدي الطايم بيكون قدي في تاو بيناتهم؟ 1 2 3 4، على 4 تاو. أما لما يطلب مني الانستانتونيوس، نحن عرفنا الانستانتونيوس سبيد كيف منجيبها. إذا طلب مني الانستانتونيوس سبيد at M1 إن هي الـ V average between اللي قبله وبعده، يعني between 0 and 2 هي distance between M0 على M2 على time اللي بيناتهم. قد في بين الـ M0 والـ M2 2 tau. نفس الشيء إذا بدي أجيب الـ V2 هي V average between M1 and M3 كمان بتطلع over 2 tau. V3 كمان بتطلع 2 tau. بدنا نحفظ إنه دائما instantaneous speed الطايم اللي تحت بده يكون 2 tau. طبعا ما ننسى الـ converting، لأن أغلب الأسئلة بتجي يعطيني الدستنس بيناتهم بالسنتيمتر، لازم أحول لمتر باي ديفايد باي 100، والتاو كتير بيعطينيها بالملي سكند، بدي أحولها لسكند ديفايد باي 1000. وكمان في عندي كونفرتينج خاصة بالسبيد، هي من كيلو متر بير أور للأس أيون بتاعتها يلي هي متر بير سكند، بدي أقصهم ب 3.6. هلا بدنا نعرف نيو فيزيكال كوانتيتي جديدة هي اسمها acceleration. acceleration هي الـ variation للـ speed with respect of time. كمان عندي نوعين من الـ acceleration. symbol acceleration هو A. عندي نوعين من الـ acceleration: average acceleration و instantaneous acceleration. الـ average acceleration هي V2 minus V1 على T2 minus T1. كيف الـ V average بنقص الـ distance على تنقيس الطايم؟ نفس الشيء الـ acceleration factor، بس بدها تكون variation للـ speed على الطايم. طبعا نحنا بنعرف الـ SI unit للـ speed هي meter per second، و SI unit للـ time هي second. meter per second per second، فشو بتطلع الـ SI unit للـ acceleration؟ meter per second square. هلا بدنا نحكي عن الطيب الثاني يلي هو instantaneous acceleration، معناتها acceleration at a certain instant. كيف بجيبها؟ نفس الرول تاعيت السبيد. instantaneous speed هي approximately ال V average between 1 و 3 قبله وبعده V3 minus V1 على T2
T3 minus T1 أوكي ناقص السبيد على تنقيس التايم. هلا بدنا نحكي عن التايبس اوف موشن. في ثلاث انواع موشن بدنا نتعلمهم: يونيفورم موشن، اكسلريتد موشن، ديسلريتد موشن. يونيفورم موشن بشو بتتميز؟ بتتميز انه the distance between each interval of time is constant، معناتها ام 0 ام 1 distance بيناتهم قد الام 1 ام 2 قد الام 2 ام 3 قد الام 3 ام 4. لانه الدستنس كونستانت فاذا شو بدها تطلع مع السبيد؟ كونستانت انستنتينوس سبيد ات ايتش انستانت ايكوال لبعض. طب قد ايه حتطلع قيمه الاكسلريشن؟ نحن بنجيب الاكسلريشن بنقص السبيد على التايم. طب اذا اللي فوق صفر معناتها الاكسلريشن a2 a1 a3 كمان حيطلع الفاليوز لانه صفر. فاذا في عندي ثلاث اشياء بدي اعرفهم عن اليونيفورم موشن: the distance between each interval of time is constant, the speed is constant, and the acceleration is zero. هيدي كيف ممكن يسألني عنها؟ بيقول لك مثلا اعمل لي calculation للinstantaneous speed لل v1 v2 v3 v4. بيقول لك deduce what is the type of motion. بتقول لي uniform motion. كمان بدي نوهكم على شغلة: اذا كانت trajectory straight line والموشن uniform منقول التايب للموشن يونيفورم ريكتيلينير موشن. اذا كان الموشن يونيفورم بالتراجكتوري سيركل بقول يونيفورم سيركولار موشن. اوكي يعني عم بجمع التايب للموشن مع التراجكتوري. هلا بدنا نحكي عن تاني تايب يلي هو اكسلريتد موشن. شو معنات اكسلريتد؟ اكسلريتد مثل لما بدها تقلع السيارة ببلش تتزايد سرعتها شوي شوي. وشو بيصير بالديستنس ان ايتش انترفال اوف تايم؟ بتصير بيعمل increasing، يعني M1 M2 أكبر من M0 M1، M2 M3 أكبر من M1 M2. بصير بتعمل distance increasing نفس الوقت أخده. أوكي كلهم الطايم اللي عم ياخدوه هو tau. طيب إذا بعمل calculation لل instantaneous speed وبعمل لهم comparison بلاحظ إنه عم بيصير عندي increasing. اوكي V4 اكبر من V3 اكبر من V2 اكبر من V1 اكبر من V0. فاذا بالاكسلريتد موشن ذا سبيد از انكريزينج وذ تايم. طب اذا بعمل كالكوليشن للاكسلريشن حيكون عندها فاليو كونستانت، معناتها كلهم عنده نفس الفاليو، وهذا الفاليو هو بوزيتيف لانه بوزيتيف ذا موشن از اكسلريتد. هلا بدنا نحكي عن تالي تايب يلي هو decelerated motion. decelerated motion هي عكس الaccelerated. هون the distance is increasing with time. decelerated بتصير تعمل decreasing with time، بتصير تقل distance مع الوقت. accelerated the speed is increasing with time. هون instantaneous speed is decreasing with time، معناتها أنا لما بدي أجيب ال V0 ال V1 ال V2 وال V3 بلاحظ أنه عم تعمل decreasing. طب انا لما اجيب الانستانتينوس اكسلريشن كمان رح يكون عندها كونستانت فاليو، ولكن هيدا الكونستانت هو نيجاتيف. هذا الفرق بينه وبين الاكسلريشن. اذا كانت بوزيتيف بتكون اكسلريتد موشن، اذا كانت نيجاتيف ديسلريت. واخر شيء بدي نوه على شغله اخيره، وهي انه اذا كانت الموشن يونيفورم موشن والتايب للتراجكتوري ستريت لاين من الا يونيفورم ريكتيلينير موشن. إذا كانت الموشن accelerated والtype للtrajectory straight line معناتها بتكون uniform accelerated rectilinear motion. إذا كانت الموشن decelerated والtrajectory straight line بنقول عنا uniform decelerated rectilinear motion، معناتها عم بجمع الtype للموشن مع الtype للtrajectory.